الآن على رأس منطقة الجزاء. هذا هو مهندس برشلونة طبعا تشافي، والكرة وجول جول، هدف ثالث لبرشلونة. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ غير معقول، حتى غوارديولا ممتدك. ما الذي يحدث؟ ثلاثية، انذار انذار على لوبيز، ثلاثية في الكامب نو في اول 8 دقائق. شوف، من ضربة حرة مباشرة، من ضربة حرة مباشرة اللاعب، وتسدد ويسجل هدف لميسي. سهرة ميسي اليوم وليس اغويرو، نجم السهرة ميسي وليس اغويرو. الحديث، المقارنات، الكلام، الصحف هنا في اسبانيا، الماركا، الاس، الليمون، الكل كان يعمل المقارنات، لكن السهرة لميسي والهدف. يا سلام، وضع الكرة، ما تحرك، ما راح بعيد، وضع الكرة، وياهي بداية لكوبي. كوبي الحارس الفرنسي صاحب 35 سنة، الذي يعيش عامه الاول هنا، وبين الرئيسان المبتسم طبعا لابورتا، والرئيس الحزين جدا اللي هو المنتج السينمائي انريكي سيريز.